بعرف نفسي كريم سيد إبراهيم، مرشحة عن دايرة 6 أكتوبر الوفاة زايد. طبعا تجديد الكشف الطبي بناء على طعن قدمه أحد السياسيين الغرض منه تعطيل العملية الانتخابية واستجابة الدولة، ده كلام مش مظبوط. قانون ممارسة الحوية السياسية بينص على بنود معينة نحترمها كلنا، نصبح في يوم من الأيام نحترم القانون ونصبح دولة القانون. ما يصحش إن إحنا بعد ما نقدم أوراقنا اللجنة الانتخابية اجتمعت وحطت القواعد والقوانين اللي إحنا هنمشي عليها، وفجأة كده يطلع لنا حد بحكم، وإلا مش هنخلص من الطعون دي من هنا لغاية يوم القيامة. يعني مجلس الشعب مش هينعقد خالص إذا استجبنا للابتزازات بعض المرشحين بيجيبوا بالطعون دي. طب أنت إيه رأيك حضرتك في قرار المحكمة؟ قرار المحكمة بطلان الكشف الطبي. حضرتك لو حضرتك بقى كنت عملت القرار صح كنت قلت طبعا ان ده يتم على نفقة الدولة للمرة الثانية، خصوصا ان عارف ان المرشحين قامت بسداد المبلغ ده. وحضرتك دلوقتي العدالة بتقولي هسددي 1500، طب انا مسددها حق الكشف مرتين، فين العدالة دي؟ في حد اللي لسه مقدم من امبارح سدد مرة واحدة، هي فين العدالة دي؟ ولا احنا بنضحك بقى لبعض التسديدات السياسيه وبس، نضحك على بعضينا؟ عايزين نصبح في يوم دوله القانون، واذا كان فعلا جد المفروض اللي مقدم يقدم قيد عائلي عشان نعرف عيلته في عليها احكام ولا اي حاجه. كنت اتمنى ان يكون الطلب ده طلب المحكمه او حد طعن بالكيفيه دي وقيد عائلي عشان نضمن اللي داخلين يكون فعلا في نزاهه، لكن ده اللي ما حصلش.